مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تيفي. نشرت الفنانه حنان الخضر صوره على صفحتها الرسميه بموقع انستغرام اثناء زيارتها لمسجد الشيخ زايد بابو ظبي رفقه الام ديالها، واختفت حنان الانظار بجمالها وهي لابسه الحجاب. واختارت حنان الخضر حجاب باللون الاسود وقامت بتنسيقه بعبايه باللون البني الفاتح، اما المكياج فاختارت مكياج بسيط وناعم بحيث حافظت على براءه الملامح ديالها وجمالها. وكتبات حنان الخضر على هذه الصوره اللي قامت بنشرها على صفحتها الرسميه بموقع انستغرام رفقه الام ديالها جنتي. المتابعين ديال حنان الخضر تفاعلوا بشكل كبير مع هذه الصوره اللي قامت بنشرها على صفحتها الرسميه بموقع انستغرام، وخلوا ليها مجموعه من لي كومونتير من بينهم واو جاك الحجاب زوين ما شاء الله، تعليق اخر ما شاء الله بالحجاب، جمالك رائع بالحجاب ما شاء الله الحجاب جاك غزال. كما عبروا يعني الاصدقاء ديال حنان الخضر الفنانين على اعجابهم بهذه الصوره اللي قامت بنشرها، من بينهم الفنانه صفاء حبيركو وايضا الانفلونسوز عبير البراني. بدورها بدورها يعني الفنانه كوثر براني كتبات تعليق على هذه الصوره اللي قامت بنشرها حنان الخضر بحيث كتبت لها الغزالات. جدير بالذكر ان حنان الخضر اختفت تقريبا لمده 3 سنوات على كل مواقع التواصل الاجتماعي بحيث حذفت الكونت ديالها في فيسبوك انستغرام تويتر وحتى تيك توك، واختفت لمده 3 سنوات ورجعت وقامت بانشاء حساب جديد على موقع انستغرام، وقامت ولات يعني من بعد كتفاعل مع المتابعين ديالها يعني كتقوم ايضا بنشر الصور والفيديوهات ديالها اليوميه على هذا التطبيق. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.